النادي الاهلي لاعب الشكوى يطلع بيان. لا انا بتكلم في التصريحات يا استاذ مرتضى. ثانيه واحده يطلع بيان يشكرني قال لك مكملين. بس احنا بنكمل ماشي. هما حاجه قال لي دون اهلاوي هدينا حكم بكره يوم الاثنين الساعه 3. انا مش عارف، انا مستني. انا اشتكيت على فكره ضياء بيه ده المستشار ضياء خلاص. انا مستني بكره الساعه 3 فعلا زي ما اشاعوا وقالوا ان هو كلم محمود الحاج محمود الشامي وقال له هلغي لك قرارك لو الكلام ده صحيح. لا انا وهو بقى ومجلس القضاء الاعلى بقى ده مجلس قضاء مجلس محترمه كلها. احنا بس بنتكلم على التصريحات يعني بلاش عشان الناس بتزعل يعني خلي الامور هاديه. ان برضه ده خلي بالك يا استاذ مرتضى يعني بيتقال ان هو بيتنقل للجماهير والجماهير بتسخن على الاهلي والزمالك. يا فندم جماهير النادي الاهلي فوق دماغي. ما هو الناس بتتعصب لما اعظم جماهير في يتعاطفوا مع فاشلين. يتعاطفوا مع مين؟ لا يعني هم الناس بتزعل بيقول لك الاستاذ مرتضى رئيس نادي الزمالك بيشتم المسؤولين في النادي الاهلي فبتبقى الامور فيها عصبيه. فاحنا عايزين يا فندم ما هو بقول لك تاني الزمالك خليه المستشار مرتضى منصور كريم ركز معايا. اتفضل يا باشا. ماشي. النادي الاهلي ده هرم كبير طبعا. خلاص طبعا. الهرم ده مين اللي عمله؟ عمله جماهيره ولاعيبته على مدار التاريخ ومجالس اداراته خلي بالك. اكيد تمام. انا لما اختلف مع رئيس نادي دلوقتي موجود افرض يا اخي في رئيس نادي مثلا حرامي نصاب ده معناه نادي الزمالك او الاهلي حراميه ونصابين؟ لا يا استاذ الفاضل بقول لك تاني اقسم بالله العظيم انا رحت مارينا ومراسي كل الشباب والشابات اللي بيصوروا معايا اهلاويه تقريبا. ما عنديش مشكله مع جمهور الاهلي، انا عندي مشكله مع البلطجيه الالتراس اهلي وزمالك اللي الاخ محمود طاهر بيستدعيهم وبيحرضهم. ما هو ده الكلام ده بص حضرتك بتقول هو محمود طاهر فالموضوع ده يزعل. ما هو هتلاقي خليك في تصريحات الزمالك. خلاص انا في الزمالك سعيد في الزمالك مبسوط بالزمالك خلاص ماشي. احنا بنشتغل لوجه الله والاعضاء جماعه. بص يا استاذ مرتضى حضرتك قلت ان حضرتك راجل وطني ومواقفك كلها بتدل ان انت راجل وطني ورجل دوله. الحمد لله. والاهلي والزمالك اكبر مؤسستين في مصر الحمد يعني لله يعني واكبر بس شعب. مش معقول كل يا استاذ كريم الراجل الوزير المحترم يقول لي يا مرتضى عايزك تقعد مع محمود طاهر يقول لك لا مش هقعد معاه الا ما اعتذر. خلاص سيبك من موضوع الاعاد والصلح. خلي كل واحد في حاله. انت بتحلم خلي كل انت واحد في حاله عشان ما حدش يغلط في حد. انت كلك على بعضك مين؟ تاني اهو يا استاذ مرتضى من انت اهو نازل لمين؟ انا بص اقول لك حاجه يا كريم قبل ما تقفل. اتفضل. جوزيه ده مش رئيس النادي الاهلي، كان مدرب في النادي الاهلي. كان في ماتش اهلي وزمالك ولد عندي عامل اوضه لبس غلط في جوزيه تمام؟ نزلت في المؤتمر الصحفي قلت بصفة رئيس نادي الزمالك بعتذر لمستر جوزيه وبعتذر لمجلس اداره الاهلي وجماهير الاهلي والنادي الاهلي. شفت بقى عشان عامل غلط مش مسؤوليتي. ونزلت قلت ده في المؤتمر الصحفي. انا يا فندم شايل نادي الاهلي على دماغي لما اكون استاذ كريم على المستوى. انما نزلت عن شكوى اسمه ايه ده الواد المؤمن ده اللي بيقلد النسناس ده واخد بالك. انا اتنزلت عنه قال لك مكملين. جالي محمد عبد الوهاب البيت واستقبلته اتنزلت قال لك مكملين. اتنزلت عن احمد الشيخ قال لك مكملين. انت عايز تتخانق معايا وخلاص؟ انا ماليش مزاج اتخانق معاك. عارف ليه؟ عشان جماهير الاهلي ما تزعلش. تمام بس. تمام. بشكرك يا استاذ مرتضى ومبروك الفوز النهارده واتمنى يعني انا شايف كده ان العلاقه ما بين المسؤولين هنا وهنا مش هتتصلح.